السلام عليكم، معكم مفيد سبعي، ارتست ماناجر و برودكتور دو ميوزيك. اليوم جيت نوجه ميساج اترافير جريده اصوات اللي كنشكرها على هذه المبادره، ميساج للمغاربه وخصوصا الناس اللي مازال ما وعاوش، مازال ما فهموش الخطوره ديال هاد الفيروس، الخطوره ديال هاد الوباء اللي منتشر في العالم، اللي العالم كامل كيهضر عليه وكينصح الناس باش انهم يدخلوا لجورهم وما يخرجوش بدون سبب. ولكن كتفاجأ بعض المرات بشي ناس اللي كتلقاهم كيتساراو، هادشي كنشوفوه في لي ريزو سوسيو اترافيغ لي فيديو. ما نكذبش عليك، مع العلم انه كل نهار في التلفازة، في الراديو، في المواقع التواصل الاجتماعي، الناس كتهضر في واتساب، كل شيء كيهضر على الخطورة ديال هاد الوباء، وكل شيء كيعطي نصائح كل نهار بانه خصنا نبقاو في ديورنا. واخا هكذاك كتلقى وحدين كيخرجوا بدون سبب. كنتمنى انهم يوعوا، راه شافوا لو نومبر ديال الناس اللي كيتوفاو الله يرحمهم، الناس اللي كيتقاسوا كل نهار، راه كيسمعوا بان الارقام كتزايد. ولهذا راه الا ما جلسناش في ديورنا راه هذا الكونفينمون راه غادي يزيد مازال يطوال. كنتمنى الناس يفهموا هذا الميساج ويجلسوا في ديورهم، راه عطى الله ما يدار الا الواحد كيقنط، تفرج في افلام، تفرج في التلفازه، موسيقى، قرا قران، دير اي حاجه باش تلهي راسك بها، سينو راه غادي تعرض راسك وتعرض ناس اخرين للاذى. وكنوجه ميساج لواحد المجموعه ديال الناس اللي ما فهمتش حتى هما كيتسحب لهم واش هادشي لعب، انهم كيبقاو يلوحوا اشاعات، سواء كيكتبوا شي حاجه كيلوحوها في فيسبوك او لا اترافير لي فوكو اصوات كيلوحوهم في, 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 في فيسبوك باش تنتشر، او لا كيديروا واحد الفيديو مفبرك صوت مع صوره باش يخلعوا الناس كيلوحوه باش يتفرجوا باش يخلعوا عباد الله وتنوض شويه ديال الفتنه والناس تهضر. زعما ما فهمتش واش عندهم العقل ولا ما عندهمش العقل، راه هذا هو المشكل. و فريمون كنشكروا السلطات اللي كتقوم بواحد المجهود كبير باش تحمي المواطنين، مجهود كبير، الداخليه، قوات المساعده، الشرطه، الاطباء، ممرضين، عمال النظافه، بزاف بزاف، يعني بينوا على واحد الروح ديال المواطنه الوطنيه ديالهم، التضامن بينات المغاربه. فريمون الشكر الكبير لصاحب الجلاله لانه خدا واحد القرار باش انه يسد الحدود باش يحمي الشعب ديالو. والحمد لله رحنا عندنا امل كبير انه نتجاوزوا هذه المحنه وان شاء الله يكون خير والله يحد الباس. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.